بالنسبة لعملية المية نعاني ياسر من كثير من عدم المية. أنا واحد يعني قريب جاي على الخط من الناحية الجنوبية، يعني باليومين والثلاثة ما نشبحهاش المية. نعاني من سوء انقطاع المياه وسوء انقطاع الكهرباء، وطبعا البلدية تواصلنا مع البلدية دارتنا باعتبارها بير أزمة لحل المشكلة، وطلعت المية نتاعها مالحة شوية. مية ما هنا، ضي ما هناك، انت واش بيش نعيشوا؟ نرحلوا؟ ما ظني نرحلوا من بلادنا؟ منخلوها لمن؟ ما بدو بتقعد بتكافح، لكن اقل شيء الدولة ساعدك شوي يعني. ضي ما فيه، سيولة ما فيه، غاز ما فيه، بنزينة ما فيه، شيء. منذ زمن بعيد نعاني من نقص في المياه، وبالاخص اللي هي مياه الشرب، يعني هذول نتكلم عليها مياه الشرب. مياه الشرب هذه معناتها المشاكل نتاعها كلها في المضخات. نبوا هل من هي الجهه الاعتباريه اللي توفر لنا المضخات؟ يعني على اساس المياه موجوده، ولكن نبوا اللي هو اولا اللي هي تكون مضخات في الابار، ثانيا معناتها تعديل التيار الكهربائي. نعاني من نقص في المياه، وعلما باني انا نسكن في المنطقه الجنوبيه من منطقه تساوى، نعاني من نقص المياه، علما بان المنطقه قامت حفر البلديه بالمنطقه الغربيه حفر بير، ولكن المستوى نتاعها منخفض، مش 200 متر،